متابعينا من الاخر لليلة تحت قمر بيروت، موجودين بالفير تحديدا هالمجمع السياحي الرائع اللي عم نقدر نشوفه حتى بالليل مضوى مع اقوى جمهور جاي الليلة من دير القمر. اذا حابين تعملوا اكتيفيتي خلال هالصيفية، شو عند السمر اكتيفيتيز؟ خلينا نتابع سوا. بلش بالسكي نوتيك بعمر 3 سنين وانتقل لرياضة الويك بورد، شارك ببطولات عديدة وحاز على لقب بطل لبنان بهالرياضة، بالإضافة لمشاركته ببطولات العرب بقطر وفاز بالمركز الأول كمان. اليوم بده يخبرنا أكثر عن السي بوب، وهي تكنولوجيا جديدة بتسمح للأشخاص يغطسوا ويتفرجوا على أعماق البحار. هالمكنة بتقدر توصل ل 40 متر تحت الماء وسرعتها بتوصل ل 20 كيلومتر بالساعة. تفاصيل أكثر مع رواد بومعشر. هاي رواد، مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. تفضل رواد بومعشر بطل لبنان، خبرنا من عمر 3 سنين بتعمل سكينوتيك؟ ايه، كان عمري انا سنه ونص، كان بلشت، كانت امي تحطني على سكيات وتحطني حد الشط وتركض على الشط وتجرني. اوف، ايه هيك هي هيك بتخبرني. هلا على السنتين بلش يتحطني ورا البوت ويساعدوني اهلي شوي، يمسكوني ويمشوا بالبوت على سرعه بطيئه لتعلمت. على 3 سنين بلشت لحالي ورا البوت. واو، يعني صرت اعمل سكينوتيك لحالي ورا البوت على 3 سنين. واو، وحبيتها كثير. مثل اربع سنين تعرفت على وحده، 50 جوزنا، يعني 6 سنين جبت اولاد، قعدوا ولدين. لا بعد بكير على الاولاد وبكير على الجواز. اسم الله عليك رواد، عن جد برافو. عم نشوف الصوره، هيدي السي بوب. ايه سي بوب، شو هي اكزاكتلي؟ سيباب هي رياضة جديدة؟ لا مش رياضة، it's a machine, a new technology، بيستعملوها أكثر شيء سكوبا دايفرز، ينزلوا فيها تحت الماي ويكتشفوا الحياة المائية تحت الماي بطريقة أسهل وأسرع. هي فيك تسوق فوق الماي وتحت الماي؟ فيك تسوق فوق الماي وتحت الماي وتوصل فيها ل 40 متر. أنا جربتها أصلاً لهيدي المكنة، تعرفوا مشاهدين أكثر عن شو عم نحكي. لو كيف كان سوقتها؟ عادة ولا ماشي الحال؟ لا منيح، لأول مرة منيح، كان ولد صغير أول مرة بشوف لعبة. انا كنت هالولد الصغير اللي شافها تذكرت طفولته. طلعتني ماي ايه، والكاميرايات كمان راحوا كلهم. بس كبر على الطريق، يعني كان صغير بس كبر على الطريق، صار شاب بعد كذا، صار يسوق منيح كمان. انا عندي سؤال، فينا نحن البنات نعمل هذا السبور؟ ايه اكيد اكيد، ما هي هينه كثير، بس بدها اندورانس ما هيك؟ لا، ما هي فيها كذا سرعه، من 10% ل 100%، هي بتمشي 20 كيلومتر. فكل ما تقلل السرعه كل ما ابطا بصير بدها قوه اقل. وال شو بتحرك؟ طب والعضلات اكزاكت؟ لازم يكون ايديك قويه، هي تقريبا اذا بدك الكور تبعك اللي هي الابس والبايسبس تبعك، لانه وقت بدك تكوعي وتطلعي وتنزل فيها تحت الماء بدك تشد جسمك وتسيح على اليمين وتلوع ونزول، بس اتس فيري ايزي لانه هي خفيفه كثير تحت الماء. طيب رواد، خبرنا سامر اكتيفيتيز اليوم، اذا بدنا نحن نمارس رياضه جديده وما بدنا نقعد ناخد كرات، يعني مش انه واحد بده يقعد يتمرن شهرين تقدر يمارس اي رياضه، ايون اكثر ثلاث رياضات هينه لحديت حيال لو واحد يقدر يمارسها بعد نص ساعه، يقدر يمارسها ويتسلى فيها بعد نص ساعه. هلا في عندك السي بوب، اتس نايس سبورت، في الواحد دغري بيقدر يقلع فيها. ايه اكيد، طالما بيعرف يسبح دغري بيقلع فيها لانه هينه. عندك السكينوتيك، في كمان الواحد يتعلم بسرعه حسب الابيليتي تبعه، والنسوان سبيشلي بيتعلموا بسرعه كثير لانه ما بيس. يس برافو، يس هذا لكم الشباب ولنا، بس مش لانه اخاف، لانه عاده الشباب بيستعملوا عضلات اكثر فبيشدوا كثير بالحبل وبيضيعوا البالانس تبعهم.
البنات ما بيسمعوا عضلاتهم بيطلعوا دي جو دي فلو بيطلعوا البنات مش عقلتهم لا ما كثير بس بسطوا طلع يلا هدي يلا غير سكينوتيك شو بنقدر نعمل غير سكينوتيك جيتسكي هينه هينه ايه بس فيها خطوره جيتسكي اكيد اوكي لانه سريعه كثير بس اكيد هينه في هيلمين الويك بورد كمان هين واحد يستعملها بس بيوصل لليفل معين ببلش التكسير الويك بورد شو هي اكزاكتلي تنفصل المشاهدين الويك بورد هي مثل السنو بورد اكزاكتلي بس للبحر يعني مثل السكينوتيك بس محل سكي في عندنا مثل السنو بورد اكزاكتلي اكزاكتلي بس الفرق بيناتهم انه بالويك بورد في عندك موجه ورا البوت بكونها البوت وراء بتنط عليها من ميلة للتانية بتضلك لقط انت بالبوت اكيد بتضلك بتعمل باك فليبس فرونت فليبس بتبرم 360 بتوصل تقريبا لا اذا واحد بيعمل منيح مثلا مثلي يوصل لثلاث امتار اربع امتار بالعلو واو بالنطة اي 100% وبيبقى ماشي اصلا كاستر مايك انا بالمطلق بشجع كل على كل انواع سبور يعني باستثناء سكوبا دايفنج انا ما بعزه بس بالمطلق كل السبور حلوين سبور البحر حلوين تامز اب لك على اللي عامله وعلى حماسك لكل هالانواع السبور برافو انا بالنسبه للسبور يعني بعمل بنان وبوه هذا منه سبور هذا اكثر شيء بعرف بقدر اعمله يعني هذا اكثر شيء يعني طيب بمعشر شكرا كثير شكرا كثير لكل الاكتيفيتيز على اهم شيء نذكر الناس كل واحد بده يمارس حيلا رياضه صيفيه اهم شيء ينتبه على معايير السلامه ويسمع كل الانستركشن اللي بيعطوه اياها مش انه دغري حيلا واحد طلع اول مره على جيتسكي يطلع ويدور لا أكيد يسمع أكيد. كل الارشادات اللي بيعطوه اياها لانه اهم شيء ينتبه على حاله وعلى سلامته وعلى سلامه الغير اللي بيكون حده بالبحر اكيد 100% لازم واحد يتبع حاله بالبحر لانه البحر خطير كمان شكرا كثير رواد لوجودك معنا ليه تابعين